اوكي انا اخذت قرار سوي اوكي ما جاي ادور القرار حبلش بروجرام اسمه دقيقتين كل تنه سو شو هو هذا البروجرام لمين موجه هذا البروجرام باختصار دقيقتين كل تنين حيكون كناية عن tips and tricks بالتصوير إن كان فيديوغرافي فوتوغرافي أو ببروغرامات المونتاج للفيديوغرافي أو للفوتوغرافي أشياء ممكن نكون قدر نعملها بشكل أسرع أو أنا كيف بعملها at least plus tricks ممكن ما كنتم مفكرين فيها ما بتعرفوا فيها أو شيء وتتعلموها وقدرين تطبقوها مثل هيدا التريك اللي هلا عملناها هيك شوي كاتشي بتلفت النظر انه شيء غريب مش معودين عليه يجولي الواحد بفيلم المال بيرجع من نفس المال سو شيء سوبر سمبل لفت النظر وصل المساج من وراه اي هوب نفس الشيء سو هيدا البروجرام هو كناية عن 2 minutes حيكون باول الجمعة النهار الاثنين which is perfect في أحلى منه الواحد يبلش الجمعة تبعه بأنه يتعلم شيء جديد ويا technically that's it أنه حجاري بعد ما في دل under 2 minutes يعني 2 minutes هو البيك هلأ في محلات ممكن نتخطى هذا الشيء بالنهاية أنا هذا البروغرام شايفه عند حدا عم نجرب لبنه شيء هيك طبعا طول كتير الحديث يا حيكون تكنيكلي كل تنين نتعلم شيء سوبر بسيط هلا هيدي الجمعه او بهيدا الفيديو اللي حتكون عن شيء شوي بنحتاجه بهالفتره لان ريسنتلي اغلب التركيز تبع السوشيال ميديا على الريلز او الشورتس والشورتس والريلز مثل ما بتعرفوا هن فيرتيكال فورم سو هيدا الفيديو اللي عم تحضروه هو 1080 by 1920 أو 16 by 9 الشورتس أو الفيرتيكال هو 9 by 16 سو إذا بدكم القلب يعني نقلب هذا الفيديو بيزبط بس أنه ما فينا نعمل هذا الشيء التليفون تكنيكلي بيعمل هذا الشيء سو الطريقة تنحلها هي بدنا نخسر الاطراف سو عم نشيل هول السايدز بيصير عنا الفيرتيكال فيديو بنحضره أو بنعمل له أبلود وبياخدوا البروغرامز بيست على هذا الشيء اوكي سو سينس نحن هلا اوريدي ببريمير خلينا نحط دقيقتين ونمشي على اساسهم سو بالطريقه التقليديه هي انه بنعمل سيكونس جديد بنحط الفيديو اللي بدنا اياه وبنصير نلحق الكادراج من سنتر الاساس هي الاوتو ريفريم هيدا مثل افي بيستعملوا ادوبي او بريمير بالتحديد فيا اي اي او الذكاء الاصطناعي سو هو حيحلل شو عنا بالفيديو والشيء اللي اكثر شيء ان فوكس او نحن مقصدين نحطه ان فوكس حيجرب قد ما فيه هو يتركه ان فريم سو خلينا نشوف اكزامبل سنس بهداك الفيديو كتير معتم ما عم بيقدر يعمل تراكينج مزبوط
اتليست بالمحلات العتمه. نستعمل كليب اوريدي مصوره لحدا، سو هون حنعمل نيو سيكونس. سو عنا هيدا الكليب اللي هو 16x9، وفي شخص على البوديوم let's say عم يتحرك. سو حنجي نقول له على السيكونس، اكيد we right click the sequence auto reframe 9x16 nest clips ما بعرف شو. اوكي سو حنعطيه شوي تيخلص الانالايز. يمكن كان لازم اقصر شوي الفيديو. سو نو سافا اوكي اتس دون. سو خلينا نشوف شو صار عنه. سو حسرع الفيديو. اوكي هلا في بمحلات شوي عم بغلط، بس انه overall I think it's doing a good job. ونلحق الشخص. اوكي سو تخطينا شوي الوقت. يس اي نو، كنت حابب انه اول ابيسود اتليست نكون اكزاكتلي اون تايم، بس كان في شويه بلاي باكس و يعني بفضل انه اتخطى الوقت على انه ما تكونوا عم تشوفوا الشيء بطريقه واعيه. anyway hopefully هذا الشيء فاتكم. I know it did when I first started using it. يس في محلات عم نضطر نرجع نصلح من ورا. سل اي اي شيء عم بيتطور هلا يوم عن يوم عم بيصيروا احسن اكيد، بس انه خلص 80% من الشغل. So don't forget subscribe leave a like it helps and see you in the next video. Just